انا شخص بعشق النودلز، بعشقها، واعتقد كتير منكم زيي. زمان ما كانش فيه غير شركه واحده بس في السوق بتعمل النودلز، وكانت اندومي. مؤخرا بقى في شركات كتيره بتعمل نودلز، ففي الفيديو ده جبنا تقريبا كل الشركات الحاليه اللي موجوده في مصر عشان نقارن ما بينها كل دول. فمعانا طبعا اندومي، كيلوجز، كونور، وشركه اسمها يامي. اربع شركات. ساعات ماجي بتنزل في مصر بس مش دايما، وبتختفي بسرعه، فما يتاش الصراحه للاسف في السوق، ولكن هي مش منتشره اصلا حتى لما بتنزل. طب تعالى كده اسمهم كده كاتيجوريز. استنوا فيديو هينزل هنا شورت على يوتيوب وعلى تيك توك وعلى انستجرام، هقول لكم انا عملت ايه بالظبط بكل النودلز دي. شركه يامي، كيلوجز، اندومي، وكنور. ممكن هنا في واحد او اتنين ناقصين في اندومي، منهم اللحم البقري، في برضه الفراخ التتبيله الخاصه مش موجود، ولكن اقول لكم انا عملت حاجه كده لما يجي وقتها هقول لكم عليها. طيب هنقارن ازاي عشان برضه الموضوع ما يبقاش مفتوح هنا كلنا كده، لازم يبقى في برضه مقارنه عادله نوعا ما. فانا قررت اختار طعمين منهم كلهم نجربهم سوا. قلت اقارن بين الخضار وبين الفراخ، لان اللحم والفراخ تقريبا شبه بعض شويه. هو ده المقياس بتاعنا من اربع شركات، وفي الاخر ممكن نجرب الاثنين دول. كيلوجز عامله بطعم اللبن وجوز الهند، دي ممكن نجربها في الاخر. كيلوجز برضو عامله حاجه حراقه بالشطه والليمون، برضو ممكن نجربها حاجه كده فنفانه بس بعد المقارنه. هنعملهم كلهم بنفس الطريقه وناخد واحد واحد كده وندوق. فبعد كل هري ده يلا بينا. هنبدا بيامي. كيس عامل تقريبا 4 جنيه. الاسعار ما بينهم كل معظمهم مش متفاوته، يعني فرق جنيه، جنيه ونص، يعني في الحته دي. بالنسبه للاسعار مش شايف محتاجين نعلق عليها قوي. وبالنسبه للحجم اكياس تقريبا برضو كلهم نفس الحجم، 70 جرام برضو مش عارف ايه حاجه كده. انا يامي دي عمري ما جربتها في حياتي خالص الشركه، فهبدا بيها في المرتين. مبدئيا هو بيجي معاها كيسين، كيس شطه وكيس توابل، وشكل النودلز بتاعتهم الصراحه عاديه، يعني مش حاسس ان في حاجه مختلفه، بس ذات الريحه بتاعته رهيبه، ريحته حلوه. نجرب كده. بسم الله. اوكي حلو، حاسس بالشطه. اوكي اخيرا في حد دخل شطه تاني للاندومي. نجرب كده النودلز. والله عشق. انا من كتر بحب النودلز هتلاقوني عامل على التيك توك وعلى الانستجرام وصفات نودلز وبتاع، لو انت مش متابعين هناك ممكن تتابعوا هناك. ساعات بحب اقعد افتكر يعني وصفاته وبتاع، فتابعوا هناك الدنيا. بسم الله. انا انبهرت. طعمها حلو فعلا، بهارات لحد ما لذيذه جدا الصراحه، شطتها مظبوطه لحد ما، طعم الخضار باين، توابل الخضار باينه، النودلز طعمها لذيذ. انا مبهور، انا ما توقعتش كده خالص. بدايه موفقه جدا ليامي الصراحه. ما اعرفش ده منتج ايه، ده مصري ولا مصري؟ واو. هي مشكله بقى الحاجات دي في التوزيع، هتلاقيها فين بقى، لازم تروح مكان معين عشان تشتريها ولا لا. طبعا انا دفعت 20,000 سوبر ماركت عشان اجمع كل الحاجات دي، مش عارف هتلاقيها اصلا في سوبر ماركت بسهوله تجيبها ولا لا، بس هي صراحه لذيذه جدا كطعم خضار. اوكي انا في الطبيعي بقى كمان بحب احط ليمون كده عليها، بس يعني للذوق الشخصي، يعني ليمون بقى كده، وخصوصا بقى ان هي كمان ساقعه في الشتاء ولا بتاع. اديني نروح لتاني واحد معانا. دي بقى كنور، الكيس تقريبا عامل 5.5، بيجي معاها كيس توابل واحد بس، مش كده طبعا طبيعي جدا غير زي اي نودلز ثانيه. الريحه هنا غريبه شويه. يامي كانت مايله قوي لطعم الاندومي اللي احنا متعودين عليه بشكل عام، لما كان بينزلوا شطه هنا في مصر كده لغوها ربنا يسامحهم. هنا ريحتها كانك بتشرب شوربه خضار اكتر فعلا، يعني مش صناعي قوي كريحه، كانك بتشرب شوربه خضار بدوره حاجه كده يعني. تعال ندوق بقى كده. بسم الله. مايلة لانها طبيخ اكتر، يعني دي برضو ليها مود تاني خالص غير اندومي ويامي الصراحه. طبعا بقول اندومي عشان عارف طعم اندومي اصلا، لكن انا بتكلم لو قارناها بيامي فدي طعمها مايلة انها تبقى نوعا ما شرب الخضار اكتر. واو حلوه برضو قوي، بس انا يعني انا كطعم برضو يامي اكتر عشان نوعا ما انت حاجه اتعودت عليها. ندوق كده نودلز. نودلز هنا طعم يعني ارق شويه، قطنيه كده اكتر، ملمسها الذ، شكل هحبهم كلهم. ايه ده حلوه برضو قوي. مفهوم المقارنه يا ابني. طبعا دي مش مشطشطه خالص تقريبا، ما دي طعم خضار بيور كده. وانت بقى بتحب طعم الشوربه اللي فيها نوعا ما ذره وكريمه وبتاع، عارفين انت الجو ده. هنفصل اكتر في الاخر، ولكن انا برضو مبسوط من كنور. نروح اللي بعده. كيلوجز بقى هي اغلى شويه من كنور بحاجه بسيطه جدا على انا اشتريته، يعني ب 5.75، 6 جنيه مثلا حاجه كده. جاي بقى الكيس بتاعها فيه شطه وفيه توابل، شكلها اكتر من حاجه كانت متناسقه جدا كنودلز. توابل اصلا واحنا بنحطها لونها مصفر يعني، وحتى الريحه في ريحه كاري سيكا مش عارف يعني سهد. انا برضو هتحسه مقلل شويه الميه قدر الامكان عشان احس قوي بالطعم، عشان ما يبقاش الموضوع دلع. بسم الله. شطشطه. اوكي ده كاري ده ولا ايه؟ في حته كاري بسيطه كده. يلا عم كيلوجز، دي اكتر واحده قعدت في النار ما استوتش بسهوله، ولا زالت برضو ماسكه شويه نفسها. النودلز ماسكه كده، ده مش حاجه وحشه ومش حاجه حلوه، انا بوصف بس. دي برضه لذيذة جدا، مفيش وحش ولا ايه؟ دي ماشية أكتر مع يامي، مش زي كنور خالص، كنور في حتة تانية خالص لوحدها. دي مشطشطة مبهرة كويس قوي، ده ماشي نوعا ما في سكة لوحده مختلف.
ولذيذ. انا عايز اقول اصلا معظم الحاجات دي اول مره اجربها. في الطبيعي ماشي دايما في السيف سايد لو اندومي وخلاص وكريح دماغك وبتاع. نادرا جدا لما اجرب حاجه كده مختلفه بره السياق. فالموضوع اصلا بالنسبه لي جديد وحلو. انا بجرب وبشوف قطعهم جديده ومختلفه. هو من عيوب الحاجات دي معظمها يعني ان انت لو انت عايز تكتر الشوربه شويه مش هتعرف. لو الشوربه زي اكتر من كده تبقى دلعه قوي. فمعظم برضه الى الان كميتها على الميه قليله قوي. لازم تبقى يعني مركزه الميه. وانا صراحه بحب اشرب شوربه كتير فبعايز ابقى استمتع اكتر بالموضوع كده. بقى ندوق الاندومي بقى اللي هو حاليا في مصر. اندومي. قبل ندخل على الاندومي في حاجه عايز اقولها. لما قمت دقت كيلوجز ودقت يامي. لا كيلوجز فعلا طعمها اقوى اقوى بكتير. فده خلينا نحسب حساباتنا في حاجات. بالنسبه للاندومي جاي معاه كيس واحد بس. النودلز شكلها عاديه جدا. طبعا الكيس ده اللي احنا جبناه مش زي كيس كان زمان. كان في كيس كده خضار معروف. هم غيروا الكيس خالص. الخضار القديم ده اتشال خالص تقريبا من السوق. ما بقتش شايفه خالص قدامي. بقى فيه اللي هو شكله تحسه هو اندومي مش اندومي غريب كده. ماله فيه ايه؟ ما علينا. مؤخرا اندومي مثلا بقى في مصر بايه؟ ب 4.5 جنيه كده في الحدود دي على حسب كل مكان يعني. دي ريحتها مختلفه تماما عن كل اللي فاتوا. بسم الله. طعمها من غير شطه فطعمها مش مشطشط خالص. يعني كيلوجز قدامي شويه كانت احلى بكتير بالنسبه لي الصراحه. بكتير بكتير. دي حلوه بس برده ضعيفه يعني. دي ما بين بالنسبه لي اقل كمان من يامي لان يامي مشطشطه شويه مديه بهارات اكتر. هي برده طعمها ضعيف زي يامي لما قارنتها من شويه بكيلوجز بس من غير شطه كمان. فالموضوع رايح في سكه مش لذيذه. ندوق كده نودلز. اوكي لذيذ تمام. انا مش متضايق منها. مش حاسس ان هي وحشه. مش حاسس في مشكله. بس كلازازه كيلوجز صراحه. انا متضايق جدا على فكره ان هم شالوا كيس الشطه ده. كان ليه طعم حلو جدا. طبعا انا بعالجها بطرق تانية هقول لكم لما يجي وقتها. ده الفقره اللي بعدها. اوكي ندخل على الفراخ او الدجاج. ندخل بقى على يوم الفراخ. ريحه برده لذيذه مبهره برده. بسم الله. دي ضعيفه سيكا يعني. طعم التوابل الفراخ نفسها مش قوي قوي. هتحس بحتاج تبقى اقوى اقوى شويه. بس هي لذيذه. هي خفيفه بس لذيذه. لو التتبيله تقوى تتضعف هتبقى جامده. طبعا برضو جاي معاها نفس الكياس التوابل وبتاع. نفس شكل النودلز يعني. نفس كل حاجه اللي فاتت. بسم الله. حلوه فعلا بس مش قويه قوي. لو يضعفوا بس كميه التوابل تبقى رهيبه يعني. ده عايز كيسين توابل. ممكن عشان من شويه جربت حاجات نوعا ما مبهره قوي فالموضوع عندي عالي. ممكن انا حاليا كده ما كيفتنيش. فهيجي بقى حد يديني توابل فراخ قويه مبهره جدا كده ولذيذه. ندخل على كنور. نفس شكل الكيس برده على المره اللي فاتت بالظبط. نجرب كده. بسم الله. طبيخ جدا. ريحته طبيخ قوي. مشكله طعمها مش مختلف خالص عن الخضار يعني. حاسس باكل خضار. مش حاسس قوي بتوابل الفراخ كفراخ يعني. نفس التيب ونفس السمت كده ونفس الشكل بتاع الخضار او اللي فات ده. غريبه قوي. مش وحشه بس انا مش حاسس ان نفسي هتفني عليها. خصوصا ان انا ما حسيتش بفرق بين الخضار قوي. دي حاجه محبطه قوي الصراحه. بس الشعريه بتاعتها لذيذه جدا يعني. الشعريه نفسها كده بتزغزغك كده جميله يعني. شعور الشعريه مختلف خالص عنهم كلهم. عجباني جدا الشعريه دي قوي 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 يعني. بس كتوابل لا. انا متحمس اللي جاي الصراحه. فكنور ما اعتقدش. اللي بعده يلا على كيلوجز. الريحه مش مبشره. الريحه مش مبشره خالص. مش عارف. هو الفراخ فيها ايه؟ نفس برضه كيس التوابل اللي جاي مع الخضار. انا مش متشجع الصراحه بعد الريحه شميتها دي. بس هو برضه نوعا ما شكله مصفر شويه. لا 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 قلش ده. متبهر ومشطشط شويه بس لا 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 لا. ايه يا جدعان؟ في طعم كده. في طعم بوظ الدنيا. احبطني. لا الخضار بتاعه احلى بكتير بكتير. مفيش مقارنه يعني. هي النودلز زي ما قلت لكم بتبقى سميكه قوي. بتاخد وقت كتير جدا في السوا. مش زي كنور يعني. كنور الصراحه كنودلز هي احلاهم بلا مقارنه. كشعريه كده لوحدها تحفه. دي ناشفه كده وسميكه كده يعني. برده مش ألذ حاجه. طعم مش مكيفني قوي. كيلوجز في الحاله دي خضار بس. نروح حبيبنا اندومي. تعالوا نشوف كده. تقريبا مفيش ولا واحد فيهم انصفنا بفقره الفراخ دي. يا رب اندومي يعمل اي حاجه. يا رب يدينا اي حاجه بقى يا حاج بقى. بسم الله. ضعيفة برضو يا جدعان. ليه يا جدعان كده ليه؟ ضعيفة جدا برضو يعني. نوعا ما كده زي يامي. معاكس يامي كان فيها كمان شطة بسيطة. دي فيها شطة خالص. فراخ ما تجيبش. خليك في الخضار. يعني انا واحد بحب الفراخ اكتر عن نفسي بتاعت زمان يعني. ما كنتش بحب الخضار قوي بالنسبة للفراخ. ده محبط قوي الصراحة. ضعيفة جدا.
احباط الصينيين. طيب كيلوجز وكنور الصراحه مش هرشحهم يعني، برضو مش حلوين خالص يعني، ممكن اندومي ويامي نوعا ما. قبل ما ننهي بس فقره الفراخ دي، حابب اقول لكم انا بقى بعمل ايه في الطبيعي عشان اتغلب على هذه المشاكل. بعمل حل من حلين. اول حل بشوف حد جاي من السعوديه يجيب لي معاه اندومي. ده اندومي نكهه دجاج خاصه المفضله جدا بالنسبه لي من السعوديه. ناس بتجيب حاجات تانية من السعوديه، انا وانت جات لي اندومي، مش عايز حاجه تانية، مش عايز بيك، عايز اندومي. بيجي بقى معاه البهارات والفلفل وكيس الزيت. يلا نعمل. شكلها يا جدعان اصلا مختلف تماما يا جدعان، يا جدعان شكلها مختلف خالص. بعدين كده تلاقي كده شرايح فلفل بتشرب كل حته، لونها مغمق شويه، فاهمين؟ في توابل تحسها كده متبهره قوي، ولا الريحه اوف اوف يا جدعان، الموضوع مختلف خالص يا جدعان. ايه ده، انا كيف الصراحه الحوار ده قوي. ناخد كده واحده شوربه كده. طبعا الناس اللي لو حد في الخليج ناس بتتفرج يقول احس واحد متخلف بيتكلم، عندنا ايه بتتكلم في ايه؟ ما عندناش احنا الكلام ده. عايز ده. توابل قويه جدا، رهيبه رهيبه. والله العظيم في القلب، في القلب يا جدعان. بسم الله. ايوه كده، اديني في البطاطا عم عمرو بقى، اديني بقى يا عم بقى. اوهو فانتاستيكيتا فانتاستيكيتا. انا قامت كيف، هذا احلى اندومي في مصر اللي جاي من السعوديه. مره كده ادخل كده هنا عندك انا في حته دي تنغنش كده الدنيا. الله عليك. فانت عرفتني، لو انت تعرفني من اي جهه قريبه قريبه او ممكن شركه اندومي شخصيا تبعت لي كراتين من هناك، كنت شاكر جدا ليهم. فده حل انا بعمله عشان اتغلب على الحوار ده. في حل تاني بعمله متوفر في مصر، ان انا بجيب تشيلي فليكس، حاجه اللي هي الشطه دي، الشطه دي بتجيبها وتقوم انت ايه بتفرمها كده على الاندومي. طبعا دي جربت اسرع كده لذيذه من جورميه، في كذا شركه الصراحه مش شرط جورميه يعني، الصراحه بتضيف طعم حلو جدا للاندومي لو انت عايز تضيف بقى نوع من البهارات والشطه وبتاع، فده حل حلو قوي الصراحه. مشكله طبعا حاجات اللي زي دي المفروض دي بتجرش الفلفل، دي ما وقت بتبوظ. حلها بقى انت تشتري علبه اصلا بتجرش لوحدها نظيفه، وتجيب تشيلي فليكس كيس مثلا وتحطها في العلبه انت، وتقعد ايه تفرم انت عشان دي في الاخر لما تبوظ مش هتعرف تفرم منها حاجه، ولازم تتفرم عشان تطلع السبايس اللي فيها، لان نزلت لوحدها كده ملهاش طعم قوي، لازم تتجرش. فده الحل اللي ممكن اي حد يستعمله هنا في مصر. تريكات. انا بقى عايز اجرب كيلوجز الشطه والليمون الصراحه معاكم دلوقتي، والجوز الهند. فنبدا بشطه والليمون. ده كيلوجز شطه والليمون ده ب 6 6 ونص 6 وربع في الحدود دي. الريحه بتاعته قويه جدا، شريره، ريحة شطة كده بس يعني شكلها لذيذ. بسم الله. الشوربة حتى نفسها غامقة. اوف اوف واو واو، تحب التوابل اضرب. اوبا جامد. ده جامد، حلو قوي ده الصراحة. قشرة لذيذة جدا، الناس بتحب البهارات والشطة. خطير ده، خطير 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 يعني. واو ده اختراع جامد، ده من النهارده هجيبه كتير. ده خطير ده، برافو، ما توقفوش المنتج ده. بص ايديكوا حلو، عايز بهارات جامده، عايز شطه بتاع كيلو شطه ليمون. من الاخر هموت بقى واجرب جزر الهند ده. لبن وجزر الهند معرفش ده هيبقى عامل ازاي وبيتعمل ازاي، هنشوف. يلا نجربه. هم قالوا ممكن نضيف عليها سكر وزبيب، فانا ضفت زبيب وضفت شويه سكر. نجرب. الريحه بتاعتها الصراحه مسكره يعني، حتة حلوه، فحاسس هتاكل فعلا حاجه لذيذه يعني. بسم الله. اوكي دي حتى بقى شطه ليمون كده عامله جو حلو قوي. تحس انت تشرب شعريه باللبن بجوز الهند. نودلز عامله جو الشعريه اكتر. شعريه باللبن. ريحتها وطعمها رايقين قوي. انت ممكن تضيف عليها كمان شويه قشطه ولبن مكثف. بوم البوم يعني، ممكن تتعدي عليك كام حاجه كده تحطها في سكه ثانيه خالص يعني، دي ممكن تعمل بيها ريسبس كتيره قوي قوي يجي منها قوي الصراحه. رايقه قوي دي، جديده، تستاهل حاجه تجربه جديده الصراحه، فاهم؟ رهيبه. تعالوا نلخص كل ده. رايي الشخصي في الخضار كيلوجز رهيبه. بعد كده انا عجبني اكتر يامي. مراتي الصراحه ما دقت معايا، قالت لي حاسه ان دومي احلى شويه في الخضار من يامي. اوكي فدي اذواق. كنور في الخضار مميزه، ما ينفعش تحط معاها قوي، تحس ان هو عمال طبيخ اكتر، فلو انت بتحب طعم الطبيخ فهو اختيار لذيذ جدا الصراحه. بالنسبه للفراخ ما فيش حد عجبني فيهم تقريبا بشكل كبير، بس لو هرشح يعني هو يامي او اندومي. كيلوجز لا، وكنور برضو لا، ما فيهاش طعم الفراخ اصلا، تحسها برضو كانها خضار. بالنسبه للاختراعات فكيلوجز الصراحه شطه وليمون بتاعهم خطير، حاجه مفضله جدا بالنسبه لي الفتره الجايه، هدور عليه واشتريه الصراحه. الجوز الهند واللبن ده جامد برضو كتغيير، ممكن زي ما قلت تضيف عليه شويه حاجات بسيطه يعمل لك جو جامد جدا. واتمنى تكونوا استفدتوا بالتريكس او التركايه اللي قلت لكم عليها بتاعت التشيري فليكس دي، ممكن تظبط معاكم في حاجات كتير قوي. كان نفسي اعمل حاجه من زمان قوي قوي الصراحه، وكان نفسي ماجي تبقى معانا في هذه الحلقه ولكن للاسف مش معانا. فقولي في الكومنتات ايه رايك في الحلقه، ايه اللي كنا محتاجين نغطيه وما غطيناهوش في الحلقه زي دي في عالم النودلز يعني.
يعني احب اسمع منكم جدا جدا الصراحه. وكالعاده ما تبخلش علينا باللايك بتاعك، كومنت اللذيذ تحت، اشترك في القناه عشان تجيلك كل حاجه جديده، وتابعنا على الانستجرام عشان نشوف من ورا الكواليس. وهنزل فيديو صغير على تيك توك وعلى انستجرام هقول لكم انا هعمل ايه في كل نودلز دي، فاستنوه. اوكي بس كده، زي ما قلت فولو على الانستجرام. كده كده معاكم عمرو شريف من قناه عمرو شريف، و و سلام. عملت الطبق ده عشان الثمنيل، حطيت فيه كل حاجة. يا رب تبقى ثمنيل حلوة. واو.